الو مرحبا سنترال، اعطيني 400 من فضلك. الو مرحبا مدام، فينا نحكي مع الاستاذ خالد شوي؟ مو موجود حضرتك مدامته؟ اذا ممكن تبلغيه انه روايته صارت جاهزه. اي نعم اي نعم، خاصة الطباعه. بقى اذا ممكن يتفضل لعنا لحتى يستلم النسخ. على راحته ما في مشكله، امتى ما حب يطلع اهلا وسهلا، بس المهم يامن المبلغ اللي اتفقنا عليه، 20 رشاديه يا مدام. تسلمي يا خالو، تسلمي. سلمينا على الاستاذ كثير. اهلين، الله معك. يا عاصم، اخيو عاصم، نعم استاذ. اذا بتريد خلي الشباب يحذبوا روايه تحت الجسر ويطلعوها على سقيفه. حاضر استاذ. سجلي عندك 4 ذهبات من ابن خالتي نصوح. 4 ذهبات من نصوح و6 ذهب رشادي من ابو عبد الحميد. 6 ذهبات عبد الحميد. رشاديتين من صهري ابو حبيب. رشاديتين ابو حميد. يا ستي، و5 رشاديات من اختي وفيقه، ورشاديه تجميع من هالناس. سجلتيهم؟ سجلتهم وغيره. وليرتين ذهب رشادي حق سوارتك، شو صاروا؟ انتين صاروا 20 ذهبه. ها عظيم جدا، وانت عيني. وبهالحاله هي بيكون المبلغ اتطبق تماما. طيب وباقي تكاليف الروايه منين رح تدبرها؟ من المبيعات. الزلمه قال لي دبر 20 رشاديه دفعه اولى واستلم روايتك، هي دبرت له 20 رشاديه. هلا معقوله تطبع روايتك بالدين؟ شو بدي ساوي؟ ما خليت دار نشر بالشام تعتب علي، ما كان حدا يرضى يتبنى الروايه، كلهم قالوا لي نفس الكليشه. انو كليشه؟ قال سوق الروايات دائر كثير بهالايام، ما عاد حدا قرا روايات، وقال لو كنت كاتب غير شيء كان ممكن يتبنوا انتاجي. مثل شو؟ يعني شو اللي ماشي سوقه بهالايام؟ التطبيل والتزمير لمنجزات الوالي. طيب ليش انت ما بتكتب هيك شيء؟ يعني ما بيطلع بايدك؟ لا يا ماجدة، معقولة ما يطلع بايدي اكتب هيك؟ بس هالشغلات للكتاب الصغار، للمتسلقين على مهنة الكتابة، مو لروائي مثلي. يعني معقولة هيك تكون نظرتك إلي يا ماجدة؟ يعني حتى أنا إذا نويت أكتب هيك شيء المفروض أنت تمنعيني. هلأ هيك كتب بتربح؟ إيه بتربح، وبتصور أنه مربحها مضمون. يعني إذا وزعوها على الدواوين الحكومية ومجالس المتصرفين بلموا بقرة جحي. إلا كان عمل لك شي كتاب أو كتابين من هدول ومن ربح هالكتابين اطبع روايتك، مو أحسن بتغرق حالك بالدين؟ مستحيل أنا أكتب شي مو مقتنع فيه، مو استخفافا بمنجزات الوالي ولا بالصدر الأعظم ولا بالعمران ولا بالنهضة اللي عم يدعمها السلطان. لا بس أنا إذا كتبت عن هالشي رح يقولك ها خالد عم يلقلق، بده جائزة سنية، بده خلعة سلطانية. شو عم تعمل؟ شو عم بعمل يعني؟ عم طب الذهبات بالشنطة. وإمتى رح تغير لي هالشنتاية اللي معدتي؟ صار يجيني اكتئاب من شوفتها. ليش شبهها؟ الله وكيلك مال اسطنبول والجلد التركي مشهور، بقى من شو بتشكي؟ ما بتشكي من شي، بس صلي بشوفك حاملها من أيام الخطبة، يعني من 10 سنين. حاجتها خدمة 10 سنين، لو كانت حديد كانت انفنت، حيلة على التقاعد بقى. طالما لساتها عم تقضي غرض ما رح أغيرها. بعدين أنا بتفائل فيها كتير، وشها حلو علي كتير، بخاف إذا غيرتها ينقطع عني وحي الكتابة، بتشرشح بعدين. يعني كان ضروري العذاب لحلب؟ هلأ بكل الشام ما لقيت دار نشر لحتى تطبعها بحلب. هذا جايب حرف الطباعة جديد، جايبه من فرنسا، بعدين هو الوحيد اللي قبل يطبع لي بالدين. وبشو طالع؟ بالقطار، بشو بدي اطلع يعني؟ وشو جاب القطارات على بالك هلأ؟ اطلع بالعرباية. القطار أسرع، بعدين معي مقال لازع، حطيت له رؤوس أقلام وبدي أكتبه بالطريق، قلت لحالي بالقطار ممكن لاقي وقت أكتب. الله يجيرنا من مقالاتك اللازعة، بس إن شاء الله ما تكون متقل العيار وتعملنا مشكلة مثل المرة الماضية. هو بيني وبينك العيار تقيل شوي، أنت بتعرفي مو بإيدي هالشغلة، يعني أصابيعي هي اللي بتحكني. راسك يابس ما في فائدة من الحكي معك. Thank you.
يعطيك العافية. أهلين سليم. في محلات القطار حلا؟ في سيدي. الله يرضى عليك. محل واحد بريمو. كرام. عظيم، لسه باقي 10 دقايق. شكرا، يعطيك العافية. الله معك. ماجد يا رب، وتسهل له طريقه يا رب، يا رب تحميه يا رب. لوين مشوارك؟ على حلا؟ ايه والله. سيران ولا شغل؟ لا والله شغل، عم اطبع روايتي هنيك، روائي انا بكتب قصص. اهلا وسهلا، تشرفنا والله. يا ترى ليش عم تطبع بحلب؟ هنيك الورق أرخص يعني؟ لا مش هيك إنه أرخص، بس إلي صديق حلبي عنده دار نشر وقدم لي شوية تسهيلات. بعدين يا أخي حرف الطباعة هنيك جديد، جايبه من فرنسا الزلمة. يا عظيم، عملت عين العقل. بدي أسألك سؤال إذا سمحت. إيه تفضل. أنا جاي على بالي من زمان أكتب رواية، طاق براسي هالشغلة. أكتب، مين ماسكك؟ ما حدا ماسكني، بس كنت عم ادور على حدا يدلني على الطريق. اما شي رواية يا استاذ بتبكي دم، كل ارهاق وتعب وهز بدن. ليش عن شو هي؟ عني انا، عن مأساتي مع هالزمن المر، عن معاناتي بالحياة، عن تجربتي مع هالقدر. محسوبك تعذب كتير بحياته يا استاذ. لك اسيدي كلياتنا تعذبنا. ايه بس أنا عذابي غير شكل، مشان هيك سميت حالي أبو عذاب. اتشرفنا. بس قبل ما أكتب وأتعذب بدي أسألك. ايه تفضل. هالشغلة مربحة يا ترى؟ يعني إذا كتبت قصة حياتي رواية وبعتها بالسوق بتربح؟ حضرتك شو بتشتغل؟ تاجر صواني أنا. أنا من رأيي بلالك ياها هالسوسة أحسن لك. وين شنطة؟ وين الشنطة؟ انو شنطة؟ شنطة شنطة صغيرة لونها بني، هلا كانت هون. ليش شو فيها؟ شنطة ما بعرف، شنطة شنطة صغيرة فيها 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 الرواية، ذهبات الرواية. اصلي جنى عمري دور منيح. الله يرضى عليك قوم. ما يا عمي ما في شنطة. شنطة كانت معي هون، شلون ما في؟ لا طير لي عالي انت الثاني يا ابو عذاب. دور دور على هوا ما بتذكر. وقت اجيت انت ما كان في بايدك شنطة. لك شو ما كان بايدي شنطة؟ لا طير لي عالي انت الثاني. الله يرضى عليك. وين بدك تروح يعني؟ لك يا شباب يا عالم يا 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 اي وقفوا القطار. شو وقفوا القطار؟ شو قطار عرباني؟ ما بقدر يا عمي ما بقدر، انت مالك حاسس فيني يا ابو عذاب. شو الحكي هذا مصدي؟ انت ما تجيش شنطة يا عمي، طول بالك. الله يعينه على العذاب. وقفوا لي القطار، وقفوا لي القطار يا شوفير. لك يا شوفير، لك وقف، حرك، لك وقف. Thank you.
مرحبا يا اخي. اهلا وسهلا. شفت لي شنطه صغيره الله يرضى عليك؟ انا شنطه؟ شنطه صغيره كانت معي لما اجيت قطعت من عندك تذكره لحلب. شو ما تذكرتني؟ شو بدي اتذكر لا اتذكر؟ شنطاي بالنيه كاحتي. ما شفت شيء، اعطي دور لغيرك. يا شباب يا شباب، حدا شاف منكم شنطاي صغيره؟ كيف شكلها؟ شنطاي صغيره، شنطاي ايد صغيره الى سحاب مع جناب. شو لونها؟ بني محروق. هو مو مبين لونها لانه كاحتي. شو حاطط فيها؟ شوية ذهب رشادي جنى عمري. قديش يعني؟ يعني شو 20 رشادية، شفتها أنت؟ لا والله ما شفتها. لكن ليش كثر هالأسئلة؟ عم ضربك؟ ما في شيء مشان إذا لقيناها نقلك. تعال لك يا أخي. نعم. عملت تنظيفات لها برا. لها برا؟ عملت تنظيفات شنطة صغيرة؟ شكرا كثير. أهلا وسهلا. يا حباب. اهلين وسهلين، الله يعافيك. امور اولاد الحلال قالوا لي انك لقيت شنتايه جلد صغيره. مزبوط، لقيتها جوا بقاعه الانتظار. هي الك؟ لونها بني كاحت الى سحاب مع جنب، مو هيك؟ مزبوط، هاي هي. خي الحمد لله، الف شكر لك يا ربي. لما كنت الا لمرتي انه انا بتفائل بهالشنطه ما كانت تصدقني. يعني لو كنت مشتري شنتايه جديده كانت ضاعت. يا سيدي الحمد لله، الف مبروك. لقيت الشنطه، ممكن تعطينا حلوه؟ اي على عيني وراسي، تكرم، تستاهل انت. يسلموا دياتا. تفضل حبيبي. شكرا لك. وين الشنطه هاتها؟ الشنطه مو معي والله. وينك؟ سلمتها لمدير التنظيفات واقف هنديك الناح. يعطيك العافيه. الله يعافيك، الله معك، شرفت. يعطيك العافية يا حباب. أهلين وسهلين. كملوا شغل يا شباب. حاضر. يلا يلا. نعم يا أخ. دخيل عينك الشنتاية يلي لقاها العامل على المقعد إلي، قال سلمكن ياها. صحيح، أنا استلمتها. وكون على ثقة، ما بدي عنا غرض، لأنه هون نحن حريصين على أغراض المواطن أكثر منه. على كل حال ألف مبروك. الله يبارك فيك. إيدك على الحلوان. إيه تكرم عيونك، تستاهل. تفضل. وين الشنتة؟ الشنتاية مو عندي. سلمتها لباش كاتب الاستعلامات حتى اخلي مسؤوليتي من الامر. روح راجعه. حول ولا قوه الا بالله. باش كاتب الاستعلامات. خلصتوا يا شباب؟ يلا خلصنا. يلا بسرعه شوي. مرحبا يا اخ. اهلين. حضرتك باش كاتب الاستعلامات؟ نعم. قال الشنطه وصلت لعندكم. مضوع شنطه يعني؟ اي والله، شنطه بالنيه كاحتي الى سحاب مع جناب. لحظه لاشوف. فيها مصاري مو هيك؟ اي فيها مصاري. اي اسف كثير، مو عندي. شلون مو عندك؟ مدير التنظيفات قال انه سلمكن اياها وبالعلامه اخذ مني حلوان. مزبوط، سلمني اياها، بس انا ما بخلي عندي مصاري، انا مختص بالمفقودات العينيه بس، يعني شنتايه اواعي، كتاب، علبه حلو، اطرميز مونه، هيك شغلات بس. والمصاري اختصاص مين؟ لا تبتهج كثير استاذ، شنتايتك انوجدت ونحن حريصين على المفقودات حرص شديد، ما بضيع عنا شيء، كون مطمئن، المهم انك لقيت الشنطه وان شاء الله الف مبروك. الله يبارك فيك، شرف. وهي حلوان الشنطة. لو وين بدي روح هلا؟ لعند مدير الصالة بالذات، شنطايتك صارت عنده. شكرا حبيبي، شكرا، يعطيك العافية. شو مواصفات الشنطة قلت لي؟ شنطة بالنية كاحتي، إلى سحاب مع جنب. إيه مزبوط مزبوط، فيك شيء. اطمن أستاذ اطمن، نحن عنا هون بالمحطة ما بضيع شيء. ليش؟ لأنه موظفيننا معودين على الصدق والأمانة، والمسافر عادة بيكون ملهوش، بيلحش أغراضه هون وهون، ونحن شغلتنا نلملم من وراء، شو نساوي يعني؟ هيك شغلتنا. الله يعطيكم العافية، عم تتعبوا كتير، فعلاً أنكم عيون سهرة على أغراض وشناتي المواطنين. الدرع حصين أنتو، شو ما عمل الواحد ما بيقدر يكافيكم. بقدر أستلم الشنطة؟ على عيني، بس أنا الشنتاية طلعت من عندي. طلعت؟ لوين طلعت؟ شلون خليتوها تطلع؟ طول بالك استاذ، طول بالك لحتى فهمك. انا لما استلمت الشنتاية ايقنت دغري انها لحدا من المسافرين. نادينا عليك 3 مرات، ما حدا سمع، ما حدا رد. وين كنت حضرتك؟ بجوز كنت جوا بالقطار عم احكي مع واحد اسمه ابو عذاب، مشان هيك ما سمعت. طيب اذا انت كنت ملتهي بالحكي مع ابو عذاب، نحن شو دخلنا؟
أخي المهم هلأ وين صارت الشنطة؟ أنا لما ناديت وما حدا رد علي سلمت أصولا للكراكون. ليش؟ لحتى أخلي طرفي من المسؤولية، مو ناقصني وجع راسي أخي أنا التاني. يعني هلأ أنا روح على الكراكون؟ إيه هلأ روح على الكراكون، بتلاقي شنطتك عم تستناك هنيك مع أحد رجال الدرك. شكرا كثير، كثر خيرك، شكرا، يعطيك العافية. أهلين، الله معك. مرحبا مدام، يعطيك العافية. أنا مدير النشر بحلب، تأخر علينا الأستاذ خالد. إشو ما بده يجي يستلم روايته؟ اليوم الصبح طلع من الشام؟ أوه كتير منيح، وإن شاء الله معه المصاري؟ ممتاز ممتاز ممتاز. شكرا مدام، أسفين على الإزعاج. يا عاصم لخيو. أيوة أستاذ. إذا بتريد خلي الشباب ينزلوا رواية تحت الجسر من عسقيفة. عراسي أستاذ. 18 19 وهي 20، هدول 20 رشادية. رشادية تنطح رشادية. خذهم واعمل لهم ضبط ودخلهم على الكراكون برسم الأمانة. حاضر سيدي. يلا خود حطهم بالشنتاية. في ورقة بالشنطة. هات لشوف. بلكي فيه عنوان صاحب الشنطة. اسمع اسمع شو مكتوب. اسمع. إن جناب الوالي المعظم أعزه الله رمز مشرق للبلاد، هو النظام المستقر والدستور الآمن، هو الأمل المرتجى للوطن الكبير، هو ورجاله المخلصون الشرفاء الذين يفدون الوطن ويفدونه بأرواحهم، والذين تخرجوا معه من الأستانة وساروا برفقته على الدرب الصعب، وكل ما عدا ذلك من بطانة عثمانية فاسدة وحاشية حاقدة ووجوه مرائية من بعض الأعوان المنتفعين وبعض التجار المنافقين وبعض المسؤولين المرتشين والمطبلين والمزمرين لمنافع شخصية وليس لأهداف وطنية، فهؤلاء يجب خوزقتهم على الخازوق وحبسهم في أقفاص تجول السوق ليتفرج عليهم الناس ويتعظوا. العبا شو ها؟ خير جواد بيك؟ شبكم مثل اللي نغزته مسلي تحت باطه؟ معلوم يخرب بيته، هذا عم يحكي علينا ها؟ لك عم يجيب معدل العصبليين. أنا بفرجيه أكيد رح يجي يسأل على الشنطة هون، وساعتها رح فرجيك شو بدي أعمل فيه. قسما بالله لحطه بالحجر وأعمل من جلده دربكات وإسعاله بالنفي على ديار بكر. قسما عظما لأعمل من لحمه وكبة هبرة. يمينا مغلظا بمجرد ما أمسكه بدي أحبسه بسجن الدم حتى تنشف عروقه ويهرهر لحمه. لك تعدمني أمي إذا فات على هالكراكون غير إجلده 700 جلدة حتى يتفزر جلده ويتكسر عظمه. لك ما بكون جواد بيك السعدلي إذا ما نسيته حليب. يبعت لك الهنا يا مليحة، شو حكيك مسخن ومفتقة؟ ليش شبو حكي أنا بديعة خانم؟ مثل اللي عم ياكل هوا بالمعلقة. إيه لا أنت التانية لهالدرجة مليحة أخذت لك عقلك؟ أخذت لي عقلي وبس. إيه اللهم صلي على النبي، سابيتني سبي ومنسيتني أمي وأبي. سبحان الذي خلق على الحسن والجمال وعلى هالغنج والدلال. شوفي 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 شلون قاعدة ومركنة مثل الملك على عرشه، واللي بده ياخدها بيكون رب العزة متطلع بوشه. عم بتخجليني بهالكلام يا بديعة. لك خجلي على كيفك تقبريني. بيلبق لك
حسنك غالب ورب العالمين خلقك وكسره للقالب. يا ريتك كنتي كنتي، والله كنت حسبتك أعز من بنتي. بس يا حسرة ما عندي صبي يتجوزك ويدللك بعد ما توفى جوزك ورملك. وأنا كمان بعتبرك مثل أختي الكبيرة. يو شو هالحكي؟ قال يا خل اسمعوا يا ناس اشعوا. يو شو قصدك يا بديعة؟ يعني لو كنتي بتعتبريني أختك كنتي عالطالعة شفتيني وعالنازلة شفتك، بس أنتي ما بتزوريني إلا كل سنة مرة، مو مثل اللي جنبي بتزورني كل ما دق الكوز بالجرة. ليش عم تتضايقي من زيارتي يا بديعة؟ لك لا أنتي التانية، لا تاخدي للكلام معاني ولا تحاسبيني على زلات لساني. بس مليحة إلا عندي مكانة وفاتحة جوات قلبي دكانة وقاعدة فيها وعصيانة. طيب وغير جمالها شو يلي عاجبك من خصالها؟ ها ها سؤال بمطرحه وأنا رح أجاوبك عليه وإشرحه. يا ستي اللي بيعجبني بهالمخلوقة إنه عندها ذكاء وشطارة وعيوقة، وبالرغم من إنها أرملة للأسف بس ما حدا قدر يدعس لها على طرف، بالعكس حافظة أصول الشرف والطهارة ولسه ما رافعة منخارة. تسلمي لي يا بديعة، هذا من لطفك. أنا ما عم جاملك يا مليحة، أنا عم أحكي على بساط أحمدي، الأرملة الحلوة اللي مثلك لازم تياب العفة ترتدي، وهالحكي مو من عندي، هالحكي قالوا شعرة، ما هو مديح معجبة ولا تخبيص مرة، مزبوط ولا مو مزبوط يا مليحة؟ كوني معي صريحة. والله مزبوط يا بديعة، لأنه اللي شفته من رجال ما حدا شافه، وعم بيجيني كل دجال السم عم بينقط من شفافه، وانا لا تاخذيني ارمله، ويا مين شافني ارمله شمر واجاني هروله، معروفه المساله. صحيح انت ارمله بس مالك غبيه ولا مغفله، وهالمسموعيات الحلوه عنك بالذات عملت منك ست الستات. طيب وانا الثانيه مو مطلقه؟ بلا. ايه بعمرك سمعتي عني شي قصه مجأجأة؟ لا وربي يشهد، والله سمعتك يا صفية بالعلالي، والكل بيعرف انك اتطلقتي من جوزك لانه كان ضلالي. صحيح هو جمالك اخف من جمال مليحة بشحطة، بس هذا ما بيمنع انه رجال بيعتبروا الجواز منك لقطة. تسلمي لي يا بديعة، هذا لطفك. طيب وزكاي قديش بتحطي له علامة؟ شوفي صفية، أنا ما رح أطالع دفتري وإبري القلم وحط لكم علامات قبل ما أسمع قصة مليحة مع المرحوم وقصتك مع طليقك المنظوم. شو رأيك يا مليحة؟ ما فيها شي، أنا قبلاني بس على شرط بتحكي لنا أنت التانية قصتك مع جوزك وليش أنت منه حردانة. يبعت لك الهنا يا مليحة، شو لئيمة يعني ضروري نلعب مع بعضنا طميمة؟ شو فيها؟ كل وحدة منا عندها قصة وتحت لسانها بحصة ولحتى تبقى ناطرة فرصة. طيب شو رأيكم باعتبارنا أرملة ومطلقة وحردانة نعمل بعد بكرة سيرانة ونشوي لنا كيلين لحمة ونقلي لنا كم باذنجان؟ ليش طول عندي لهون على البيت؟ عندي فحم وعندي لحم وعندي زيت. لا معلش يا بديعة، خلينا نغير جو ونروح سيراني على شي بستان. يلا هلأ عن إذنك، أخذنا كتير من وقتك وتقلنا عليكي. ولو يا مليحة، أنت ببيت أختي. شكراً لضيافتك بديعة. دخيلك شو هالشغلة الفظيعة؟ قال يا ضيفنا لو زرتنا لوجدتنا نحن ضيوفه وأنت رب المنزل. إيه والله والله إذا ما وسعتكم الدور بتسعكم القلوب اللي بصدور. تسلمي يا بديعة، تسلمي. تعالي ساعدك.